لما يكون عندك حلم نفسك إن هو يتحقق، بتعمل إيه؟ أكيد بتشتغل على نفسك علشان تطلع كل طاقتك وتستغلها بشكل كويس علشان تقدر توصل للي أنت عاوزه وتحقق كل اللي بتتمناه وبتحلم بيه. طيب لو أنت من أصحاب القدرات الخاصة هتفضل تحلم برضه؟ هيكون عندك هدف نفسك توصله؟ هتفكر زي أي شخص عادي طبيعي ولا هتسلم للظروف اللي اتحطيت فيها وتكبر دماغك وتنسى انك انسان ممكن يحلم يتمنى وكمان يحقق اللي هو عاوزه؟ انا محمد أسامة معاكم في النواة. نواة النهاردة بقى هتفرق معاك كتير قوي. ابراهيم الحسيني حمدته، اول بطلتين استولى في العالم كله يحط المضرب في بقه ويلعب بيه. ايوه انت سمعت صح، بيرفع الكوره برجله ويضربها بالمضرب اللي في بقه. كان وهو صغير حالتهم المادية صعبة حبتين، كان بيروح يشتغل عادي زيه زي أي شاب من بعد الامتحانات لحد بداية الدراسة، وحصلت له حادثة غيرت حياته كلها. وهو عنده 10 سنين اتعرض لحادث قطار، وبسبب الحادث ده ايديه الاتنين اتقطعوا. كانت فترة صعبة عليه قوي. تخيل كده انك لسه بتبتدي حياتك وايديك الاتنين يتقطعوا، هتسلم للظروف اللي حواليك؟ خلاص بقى انا واحد عاجز دلوقتي ومش قادر اعمل حاجة، ومهما عملت هوصل لايه ولا هكون في نظر الناس ايه؟ بس ابراهيم كانت ليه وجهة نظر تانية للحياة، ما سلمش للظروف ولا كبر دماغه ولا حاجة، كان كله إرادة وإصرار وعزيمة إنه يتحدى كل الظروف اللي بتواجهه. مش بس كده لأ، وكمان يكون مثل لكل واحد مفكر إنه علشان فقد جزء من جسمه يبقى خلاص بقى عاجز كده وما يقدرش يعمل حاجة. كان عاوز يثبت إن العجز عمره ما كان في الجسم، العجز في التفكير، في إنك تقنع نفسك إنك مش هتقدر، إنك خلاص كده انتهيت. لما توهم نفسك إن مفيش في إيديك حاجة إنك تعملها، لما تقتنع بكلام الناس وتتأكد إنك كده انتهيت، إنت كده بتنهي حياتك باختيارك. بطلنا النهاردة بقى ما سمعش كلام حد ولا حتى كان بيفكر في الناس ولا بيقولوا إيه، كان عاوز ينجح، يحس إنه لسه عايش ومفيش حاجة اسمها خلاص حياتي انتهت. كان نفسه يلعب رياضة بيحبها من وهو صغير وما قدرش يستغنى عنها، حاول كتير جدا علشان يقدر يحقق حلمه. كان كل شوية يقع بس يقوم ويقف ويتعلم من أخطائه. أيوة ما هي تجارب لم تنجح بس مش أكتر. عارف انت إحساس لما تكون تايه ومش عارف هتعمل ايه ولا نفسك في ايه ولا انت عاوز ايه أساسا، وربنا يبعت لك خيط، علامة، رسالة بطريقة أسهل شوية، هدية، ساعتها انت بإيدك انك تختار هتكمل في الطريق اللي ربنا فتحه ليك وتشتغل على نفسك وتتعب علشان الهدية اللي ربنا بعتها لك. انت اللي في ايدك انك تحدد انت عاوز ايه، هتحقق حلمك رغم كل الظروف اللي هتواجهك ولا هتفضل طول عمرك تجيب اللوم على الظروف. انت ليه تعيش زي اي حد عادي كده وخلاص؟ الفرق ما بينك وما بين غيرك ما في كتير جدا عايشين. عارف انت احساس انك ما عندكش هدف، ما فيش حاجة عاوز تعملها، مش عارف انت رايح فين ولا عاوز ايه؟ ساعتها بس لازم تقف مع نفسك وتفكر كويس قوي وتسأل نفسك انا جيت الدنيا ديت ليه؟ هو ربنا جابني هنا علشان ايه؟ هناكل ونشرب وننام وخلاص شكرا على كده؟ انا اسف جدا يعني في اللي هقوله، بس هيكون ايه الفرق ما بينك وما بين اي حيوان عايش معاك؟ أكيد ربنا خلقنا لسبب، جابنا الدنيا دي علشان حاجة معينة، ما هو أكيد يعني أنا ما جيتش الدنيا دي وماليش أي لازمة. تخيل كده معايا وانت سليم وتايه ومش عارف انت عاوز ايه ولا نفسك تحقق ايه ولا انت عندك هدف من اساسه عايش علشانه. حط نفسك كده مكان ابراهيم، لو انت اللي حصلت لك الحادثة، بعد الشر على اي حد فينا طبعا، كنت هتسلم للظروف وكلام الناس ولا هتفضل تحاول لحد ما توصل وتحقق اللي انت عاوزه؟ وخليك دايما فاكر ان في الاول وفي الاخر كلام الناس عمره ما هيفيدك ولا هينفعك، بالعكس ده هيأخرك عن اللي انت عاوزه. ولو كان النجاح سهل كنا كلنا ناجحين دلوقتي، والاهم من انك تنجح انك تستمر، ان يكون عندك صبر علشان تقدر تحقق اللي انت عاوزه وتوصل للي انت بتتمناه. وما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات وتشارك الفيديو لو عجبك علشان تفيد غيرك. لو تعرف حد شايفه مثل أعلى ليك ونفسك تكون زيه في يوم من الأيام تقدر تقول لنا عليه علشان يستفاد غيرك من الحاجات اللي عملها. ونشوفكم على خير في نواة جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.